الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان: ومن الناس من صرف العبادة لغير الله في كثير من صورها. فمن الناس من ذبح لغير الله، ونظر لغير الله، وحلف بغير الله، واستعان بغير الله، واستغاث بغير الله، ولجأ إلى غير الله، وفوض الأمر إلى غير الله. وإن من الملايين المملينة ممن ينتسبون الآن إلى الأمة، ممن يذهبون إلى الأضرحة والقبور، لمن أعظم الأدلة على ما أقول، فإنهم يرددون قولتهم الخبيثة إذا تعثرت الأمور: فعليكم بأصحاب القبور، تعالى من بيده البعث والنشور، وهو الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هل يجيب المضطر إذا دعاه نبي أو ولي؟ لا والله، لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الرب العلي العلي الذي لا يغفل ولا ينام، وهو الحي الذي لا يموت. فأيها المسلم، لا تسأل نبيا ولا تسأل وليا، وسل الحي الذي لا يموت، فهو بيده الأمر كله. وسل الحي الذي لا يموت، فهو بيده الأمر كله، صاحب الضر والنفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن الناس من صرف العبادة لغير الله وقال: إن للكون أقطاب وأوتاد وأولياء، وتدبر نظام الكون وتسير شؤونه، والله جل وعلا يقول: إن الأمر كله لله. ويخاطب ربنا أحب الخلق إليه وأشرف الخلق وأفضل الخلق لديه، يخاطب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقول له: ليس لك من الأمر شيء. الله، انظر إلى جمال التوحيد، ليس لك من الأمر شيئا. بل ويخاطبه ربه ويخاطب الأنبياء من قبله ويقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أمر رب العالمين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن الناس، وهذا صنف ثالث، من عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولكنه عبد الله بغير هدي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بالبدع، عبد الله بالضلالات، عبد الله بالعادات، بالعادات التي تورثتها الأجيال من الآباء والأجداد. وهذه العبادة أيضا مردودة على رأس صاحبها، ولو ابتغى صاحبها وجه الله جل وعلا، لأنه لابد أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون العبادة موافقة لسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث، أي من ابتدع، أي عبد الله في دين الله ببدعة، من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الإمام البخاري، أي مردود على رأسه، لا قبول له من الله جل وعلا، لأن الله لا يقبل العبادة إلا إن كانت خالصة على هدي حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من فهم العبادة فهما مبطورا ناقصا جزئيا، فالعبادة عنده لا تتجاوز
ولا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فهو يصلي في المسجد ويحج بيت الله الحرام ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان، لكن إن تجاوز هذا المسلم المسجد تراه شخصية أخرى وتراه إنسانا آخر، فامرأته متبرجة وبناته متبرجات، يتعامل بالربا، يأكل أموال الناس بالباطل، يتحلل على خلق الله، يأكل الرشاوي، يعاقر الزنا، لا يؤدي حق جيرانه، لا يؤدي حق والديه، تراه شخصية مختلفة تماما عن الشخصية التي تراه في المسجد. لماذا؟ لأنه فهم من العبادة فهما مبطورا ناقصا. فالعبادة كما أقول تشمل الحياة كلها، فبر الوالدين عبادة، والإحسان إلى اليتيم عبادة، والإحسان إلى الجار عبادة، والصدق في الكلام عبادة، والوفاء بالوعد عبادة، والوفاء بالعهد عبادة، وأداء الأمانات عبادة، والإخلاص في القول والعمل عبادة، والابتسامة في وجه المسلم عبادة، المصافحة للمسلم عبادة، والسلام على المسلم عبادة، وغض البصر عن المرأة المسلمة الأجنبية عنك عبادة. فالعبادة تشمل الحياة كلها، لكنه فهم العبادة فهما مبطورا جزئيا ناقصا، فهي لا تتعدى المسجد، لا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. العبادة يا إخوة ليست أمرا على هامش الحياة، بل هي الأصل الأول من أجله خلق الله الحياة، بل هي أصل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار. ومن أجل العبادة أنزل الله الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل. تدبر معي قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون الله، فإن الله ما خلق الخلق سدى، بل خلق الخلق ليعبدوه، وبالألوهية يفردوه ويوحدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا وحده الذي يستحق أن نعبده، أن نعبده سبحانه وتعالى، لا شريك له، بيده الأمر وبيده الخير والشر، وبيده مقاليد السماوات والأرض. قد يبدو السؤال غريبا وعجيبا لأوله، ولكن ستزول غربتك ودهشتك أيها الأخ الكريم الحبيب الفاضل إذا علمت أن العالم كله يؤيد كم هائل من العقائد الباطلة والتصورات الفاسدة، وإن الملايين المملينة الآن من البشر على ظهر الأرض تعبد آلهة كثيرة غير الله عز وجل، آلهة وأرباب وأنداد وطواغيت تعبد الآن في الأرض من دون الله. ألم تعلم من يوم أن خلق الله الأرض منذ آمن نوح أن الشرك متأصل ومتجذر في الأرض؟ فمن الناس من عبد الشمس من دون الله وهي من خلقه، والقرآن الكريم يحدثنا عن الهدهد، هدهد سليمان، هدهد سليمان الذي خرج يوما في جولة استطلاعية دعوية، فرأوا قوما قد من الله عليهم بالملك والسلطان، ورأى ملك هؤلاء
تتربى على كرسي عرشها، ومع ذلك مع هذا النعيم والنعيم الذي أسبغه الله عليهم ظاهرة وباطنة، فإنهم يسجدون للشمس من دون الله. عاد الهدهد في غضب شديد ينقل هذه الحادثة المؤلمة الواقعة المفجعة لنبي الله سليمان، وهو يقول: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ويعلن الهدهد عن غضبه ويقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد توحيده لله، ويعلن براءته من هذا الشرك الغليظ، فيقول الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قوما يعبدون الشمس التي خلقها الملك، ومن الناس من عبد القمر والنجوم والكواكب كقوم خليل الله إبراهيم، ومن الناس من عبد الجن، ومن الناس من عبد الملائكة، ومن الناس من عبد الحجارة والتماثيل والأصنام. يقول أبو رجاء العطردي كما في الحلية لأبو نعيم بإسناد صحيح، قال: كنا نعبد الحجر في الجاهلية من دون الله، فإذا مررنا على حجر هو أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني من دون الله، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومه من التراب، ثم أتينا بالغنم فحلبنا اللبن عليها وطفنا بها نعبدها من دون الله جل وعلا. انظر إلى العقول عبدت الأصنام، عبدت التراب من دون الله جل وعلا. آلهة كثيرة، ومن الناس من عبد الناس من ومن الناس من عبد الناس من عب من عباد البشر، فلقد عبد اليهود عزير، ولقد عبدت النصارى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والآن تعبد الطواغيت في الأرض في كل مكان إلا من رحم ربك جل وعلا. تعبد القوميات، وتعبد النظريات، وتعبد الأفكار من دون العزيز الغفار. طواغيت تعبد في الأرض من دون الله جل وعلا، واليوم في عصر الذرة، في عصر الحضارة، في عصر العلم تعبد البقرة من دون الله. البقرة تعبد، فإن هذا في الهند اليوم، حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها ما يقرب من نصف مليون بقرة تعبد من دون الله جل وعلا. يقول زعيم الهند الكبير غندي: إن الذي يكرم على أعلى مستوى يقول إنه سيظل على عبادة البقرة أمام العالم أجمع، ثم قال: إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدته، لأن أمه البقرة لا تطلبه بحقوقها مثل أمه التي ولدتها، فإنه تطلبه بالرعاية. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إن خطر الشرك عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر أي ذنب إلا الشرك. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال الحبيب المختار عليه الصلاة والسلام: ليس هذا الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فخطر الشرك عظيم، فحين أقول من نعبد فيجب علينا أن نجيب بوضوح كامل على هذا الجواب. متروك لك أيها المسلم ومتروك لك أيتها المسلمة، من تعبده هل تعبد الله جل وعلا؟ هل تصرف العبادة لله وحده بلا منازع ولا شريك؟ هل تصوم لله وحده؟ هل تنذر لله وحده؟ هل تسبح لله وحده؟ وهل تنذر لله وحده؟ هل تطوف لله بالبيت في مكة وحده؟ أم تطوف بكل بيت وبكل قبر وتسأل غير الله وتستغيث بغير الله وتسبح لغير الله وتستعين بغير الله وتلجأ لغير الله وتفوض الأمر لغير الله؟ أصدق الجواب واعلم أن الله يعلم السر وأخفى. ومن تعبد؟ هل تعبد الله وحده لا شريك له؟ ووالله لو تخلى الخلق جميعا على ظهر الأرض عن عبادته واستكبروا عن عبادته سبحانه وتعالى، فإن الله غني عن الخلق، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بل إن الكون كله يعبده ويوحده. إن الكون كله يعبد الله، والله غني عنا. وبإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سنتكلم في اللقاء القادم عن هذه السلسلة الطيبة المباركة، وهي في عبادة الله عز وجل وحده، وهي عن حق الله عز وجل على العباد وحق العباد على الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القول الصدق في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.